باسم رب الكون يا الهاجوس حضر واحقن كبار المعاني بالوريد واصنع من الحرف يا اخت وقوم نعبر غبة بحور القوافي والقصيد ولا غطسنا داخل الاعماق نبحر ونقطف ثمار الجزاي الغيد غيد وانت حزم بالفرايد وانت جمهر لانها الماقف من النوع الفريد لا نظمت البيت اشوف الماقف اكبر واشطبه واعيد نظمه من جديد لا نظمت البيت اشوف الماقف اكبر واشطبه واعيد نظمه من جديد متكل بالله وبامر الله اقدر اخطف الانظار والرقم الوحيد الشعر عده قراح ما تكدر وجمع شعار الجزيره للعيد لجل عين اللي على الساحه تصدر القصير يا عسى عمره مديد حافظ تراث العرب بالوقت الاخضر وقتنا اللي بين نار وبين قيد واللي الهاجس عليك اسم الله اكبر يتفلت غير اقل هيد هيد واللي الهاجس عليك اسم الله اكبر يتفلت غير اقل هيد هيد ماسك عنانه وشد حيل وزجر واجمع وصوف القصير حيد حيد اشهد ان محمد وصوفه تجذر وما درس طبع الفراسه من بعيد من بحر مستور ينهل لين شكر يا عسى مستور في الجنه شهيد اصبح محمد مثل غيث تزبر والمزون الغر في كفه رصيد تنهمر طيب المكارم ساح حضر وينبت بدربه شموخ الفين سيد لاسفه الاحجاجه اسم النبت يزهر والثمر يجنى من اطراف الجريد الكرم والعرف والنوماس ندر تجتمع في شخص واحد والأكيد حازب وساير على النخبة وصدر نخبة الأمجاد عنها ما يحيد الكرم والعرف والنوماس ندر تجتمع في شخص واحد والأكيد حازب وساير على النخبة وصدر نخبة الأمجاد عنها ما يحيد لدر هم الخطب شوف الحر يشهر مثل أبو عداي صدام المجيد لا يسند باليدين ولا يحذر وتخضع الهامات للراس العنيد أشهد إنه يا عرب شيخ مقدر وابت الخلاق تعطى من يريد عن يمينه شفتنا التاريخ سطر وقام يكتب عن علي نعم العضيد الحجاج الطلق ما يومي تعذر راعي الوقفات قلبه من حديد وعن شماله همة طويق التبختر وتجتمع في شخص منصور وتزيد حكمه وحنكه حشا ما هو تعنصر يوم اقول اوصاف هارون الرشيد وفي كنفها احرار بالمرقاب تنظر والسحاب يزمها مثل الجليد لا غرابه ما كرى الاحرار يزخر بالصقور اللي على العليا تشيد ساير اللي دونها الهامات تقصر وهامته قول وفعل هل من مزيد يتعانقها السحاب وهي تجبر ما تبي غير الثريا فيد فيد ساير اللي دونها الهامات تقصر وهامته قول وفعل هل من مزيد يتعانقها السحاب وهي تجبر ما تبي غير الثريا فيد فيد ودام سلطان العضيد يهنتم اخبر الجدي وسهيل والماضى التليد لاحتم الميقاف والسلطان يزأر كان في يمنى سيف ابن الوليد شبل لاد اصوات بطالات بدر شبل لاد اصوات للطالات بدر الله اللي خصها الراي السديد يا عسى بيت السعد يبقى معمر والفرح ذا الليل وصفه عيد عيد قال ابن براك قوله يوم عبر والرساله شالها ساع البريد كانها كبوت نجحت وانتم ابصر وكان حلت سجلوها قيد قيد سلامتكم.